يعني الافلام اللي فيها الافلام البوليسيه، حاجه كاوبوي كده. في عربيه بالليل دخلوا النادي، العربيه دي بالفيميل ازاز طبعا المقفول، محدش يعرف مين اللي في العربيه. الناس لقت الباب الاهلي بتفتح، اوه حاجه بتدخل جوه كده على النادي، لعيب النادي الاهلي ونزل منها امام عاشور وفق الروايه اللي بيقولها الناس اللي كانت موجوده يعني، ومعاه والده ومعاه اخوه ومعاه اصدقائه، واحد او اتنين من اصدقائه، ودخل على المكان اللي هيصور فيه، قعدوا 4-5 ساعات يصوروا جزء من البرومو ده، وان الناس حاولت ان هي تعرف مين. طب تاخد اي حاجه، الاهلي كان عامل سياج من السريه وحاطط امن ومحاصر الملعب وحوله لسكنه كرويه، يعني ممنوع اي حد يقترب او يصور امام عاشور قبل الاعلان الرسمي. ونجح النادي الاهلي في ده فعلا، ما تسربتش اي صوره، ما تسربش اي حاجه الا لما الاهلي اعلن رسميا عن هذه في الاخر. مش امام عاشور اللي حضر في البرومو، واحده من اهم الصفقات للنادي، شغل عالي على المستوى الجماهيري حتى الان، لكن على المستوى الفني دي بتاعت امام. هنشوف يعني الايام اللي هتثبت، الايام اللي جايه على المستوى الفني هي اللي هتثبت اذا كانت الصفقه فعلا تستحق كل هذه الضجه ولا لا. الموضوع هيكون في ايد امام عاشور. كابتن محمود الخطيب اتكلم مع امام 3 مرات من اول ما بدات المفاوضات من 3 شهور او 4 شهور، اتكلم معاه 3 مرات اخرها من كام يوم، وقال له انه النادي الاهلي ليه طقوس وليه صفات وليه نظام خاص، وهتقعد مع الكابتن سيد يتكلم معاك، وامير توفيق كمان هيتكلم معاك. التوقف بص بقى، التعليمات، عارف انت ما تيجي تخش مكان كده فتلاقي فيه مكتوب تعليمات من مين؟ مديك ورقه كده بالتعليمات. ممنوع نشر التغريدات والتويتات على الحسابات الخاصه، تويتر وانستجرام والكلام ده، وممنوع الدخول في اي ازمات باي شكل كان مع الجمهور نهائيا. ركز في الملعب. الالتزام بالتعليمات الصادره له من الجهاز الفني مهما كانت. التركيز الكامل خارج الملعب اكتر من في الملعب. يعني وانت بره الملعب، يعني في السهر، وانت هنا وانت هنا وانت هنا، لازم تعرف ان تركيزك مهم جدا، وان حفاظك على نفسك، لان انت لعيب نجم داخل النادي الاهلي، فلازم يبقى ليك طقوس خاصه وحسابات خاصه في التواجد في اي مكان، لان انت هيبقى الانظار عليك جدا بصفتك لعيب النادي الاهلي. محمود الخطيب قاعد كمان. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. ضيفنا النهارده محمد شبانه طرح علينا كيف دخل امام عاشور النادي الاهلي. شغل افلام هوليود بيعملها النادي الاهلي دي حاجه جميله جدا، ورساله بيديها لنا النادي الاهلي. شفت احتفال النادي الاهلي بامام عاشور، بيشيل امام عاشور مسؤوليه. كبرياء النادي الاهلي بيحترم نجومه، ودبس امام عاشور انك لازم تبقى لايق على قلب الحدث. شفت رساله محمود الخطيب لامام عاشور، تحس ان هو بيان، تحس ان النجاح ما بيجيش صدفه، تحس ان في سيستم وفي نظام. قال له ركز في الملعب بس، انت الوقت ده علشان تلعب، سيبك من السوشيال ميديا، سيبك من اي حاجه، ركز في الملعب علشان انت في نادي ما بيشبعش بطولات. والشيء بالشيء يذكر، مارسيل كولر في 10 اشهر معاه 5 ألقاب في حقيبه النادي الاهلي. انت بتتكلم في 2 سوبر مصري، وبتتكلم في 1 كاس مصر، وبتتكلم في الدوري المصري والبطوله الاغلى على الاهلاويه، ماما افريقيا، دوري ابطال افريقيا. فالنادي الاهلي ما بيشبعش بطولات، فده مسؤوليه على امام عاشور. منتهى الذكاء في النادي الاهلي. كله استغرب لما الاهلي باع حمدي فتحي للوكر القطري ب3 مليون دولار، وقال لك الاهلي ما حسبها الصح. كله خانوا ذكائه ومكر محمود الخطيب، مكر محمود الخطيب عشان يجيب البديل الانسب لخط وسط النادي الاهلي، وهو امام عاشور. امام عاشور فنيا هيضيف للنادي الاهلي لعيب صغير، لعيب طاقه، لعيب باور، لعيب بيشوط على المرمى، لعيب اضافه للنادي الاهلي، ومع تعليمات محمود الخطيب ومع التزام النادي الاهلي وحب النادي الاهلي للبطولات، هتلاقي امام عاشور حاجز مكانه في
في منتخب مصر وخدها مني وما تقلبش اخواتها. النادي الاهلي محدش يعرف يطبل له، كله بالارقام. لما تيجي تتكلم على النادي الاهلي حط الارقام علشان تدي كل واحد حجمه. قلنا قبل كده مرارا وتكرارا، القطه قطه والجمل جمل، ما ينفعش تدي القطه بسعر الجمل. النادي الاهلي شرس شرس في بطولاته. خدت بالك النادي الاهلي خد الخمس بطولات ازاي؟ النادي الاهلي خد الخمس بطولات بعد خساره تقصب يعني تقطب اي حد. اتغلب من صن داونز 5-0 وكله قال ان النادي الاهلي مش هتقوم رقومه، كله قال ان النادي الاهلي اكلينيكيا مارسيل كولر فاشل. وخلي بالك لو انت مركز معايا هتلاقي قبليهم اربعه من المارينجا ريال مدريد. فالنادي الاهلي دفاعته شوارع، النادي الاهلي ما يحسسكش ان في بطوله واحده توحد الله السنه دي. النادي الاهلي بعد الهزيمه من صن داونز بخماسيه، ما حدش كسب النادي الاهلي تاني بعد خماسيه صن داونز. خمس بطولات من هم يعني عايز اقول لك حاجه، خمسه والموسم مخلص. عندك سوبر افريقيا يا اهلي، عندك كاس مصر يا اهلي، عندك سوبر مصري يا اهلي. انت بتتكلم كده بسم الله الرحمن الرحيم، واخد بالك؟ مفيش حد النهارده مريح، كله في الملعب، كله في الملعب. علي معلول في الملعب، وحسين الشحات وبرسيتا وقالوا ديانجو. الاهلي بيلعب بكامل نجومه وفي مباراه تحصيل حاصل، لكن كولر لعيب، كولر عايز يضرب كل الارقام القياسيه. الشوكولاته السويسريه عايزه تخرج بدوري بلا هزيمه. مارسيل كولر طور من اداء النادي الاهلي، اصبح النادي الاهلي ممتع وفي نفس الوقت وبيكسب. اللي يعدي من الاهلي في اول 30 دقيقه اضمن لك الفوز او التعادل. ليه بقول لك الفوز او التعادل؟ ضغط رهيب، ضغط. مارسيل كولر بيستعمل كل انواع القوه وعملها مع غريمه التقليدي نادي الزمالك. قلنا اللي يعدي من الاهلي في اول نص ساعه يفلت بالمباراه في اول دقيقه. حسين الشحات يعرف مرمى محمد صبحي باول اهداف مباراه القمه. زي ما بقول لك يا خواجه، ورب الحلقه تكون عجبتكم، في احتفال رائع للنادي الاهلي بيقدر النجوم وعلى النجوم التزام بالعهد واخذ البطولات. رب الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. نتقابل في حلقه جديده من برنامجكم قهوه الخواجه. تحياتي احمد الخواجه.